سماح. السلام عليكم يا ستي سماح. يا سماح. الو. اتفضلي. السلام عليكم. اتفضلي قولي سؤالي. الو. يا سماح سمعي. السلام عليكم. وعليكم السلام، سلمك الله من كل سوء ومكروه، قولي سؤالك. سؤالي لو سمحت يا شيخ دلوقتي، انا اتجوزت من انسان كويس جدا وما فيش اطيب منه ولا احن منه، فضلا من الله ونعمه. اسكتي. طيب اسكتي. في ظروف ان انا نزلت اشتغلت بعد ما اولادي كبروا، طيب فدلوقتي انا بديله مرتبي كله، طيب فده يعني عيب عليا ان انا اديله مرتبي كله ولا اخد نصه، ولا واجب عليه ان هو اللي يصرف في البيت او انا اللي اصرف في البيت؟ طيب هو فممكن تفيدني بعد اذنك؟ يا سماح يا سماح يا سماح، اتفضل. هو حضراتكم مختلفين ولا انتوا عصافير كناريه ما شاء الله؟ لا هو كويس ان شاء الله. اسال سؤال سؤال. نعم. حضراتكم مختلفين؟ لا مفيش شكراً. اي اختلاف. شكرا يا سماح. سماح قبل الفاصل كانت بتسال مرتبها كله تديه لجوزها ولا تديله نص ولا ربعه؟ ماليش علاقه، ادام مفيش خلاف يبقى انتوا احرار مع بعض، اعملوا اللي انتوا عايزينه. تديله المرتب كله وهو يديكي مصروف، تديله نصه، تديله ربعه، احنا نتمنى لكم ان انتوا تفضلوا عصافير كناريه طول العمر الى ان تلقوا الله سبحانه وتعالى بحسن عمل وبحسن معاشره.